بلال بلال زرشو خير اليوم يوم الظهر السنوي اف ليش صار لنا سنه من اخر مره اي لكان ما انت اخر مره اخذتني فيها على السينما كان طالع التايتانيك ليك مشاركه بتعمليه هون بالبيت وهنيك بناكل من صدانك انا حركات الشري ما عندي اياها والله شو رايك نهرب عصير بصباطك منهرب عصير بصباط وين المشكله يعني ساره هاي التالت قطعة لحمة تطلع لي هلا وفي قدام عيوني هلا أربعة غيرها يعني كأنه مجموعهم كلهم صار أكتر من خمسة وكأنك عم بتبعزق كتير باللحمة بعرف ما أنا قطعتهم صغار كرمال نحس فيهم يعني أنا إذا هلا قمت على الفريزر ما بلاقيهم ناقصين لا والله لا دير بالك عليهم مشان الله لآخر شهر هدول ها بعرف لا تخاف بلال خير أنا مين بحب بدك تياب لكي لا شو تياب ما تياب بس هديك سنة اشتريت فستان لكن شو بس بكرة جاي امي تعملنا زيارة ولا شو امك جاي تعمل زيارات مقضيتها سري مري رايحة جاي شوفي اخر مرة شفتها كانت من اسبوعين حبيبتي اسبوعين شهرين ما بيهمني انا اللي بيهمني ما اجي لاقي الاكل ناقص والبن ناقص وليلى بدها تجي بتجيب اكلاتها معها وبتدوقنا بناتها فرد مرة بس يا بلال بس ما بيهمني